رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة لإعلان نتيجة التخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد القاضي العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على نتائج الكليات العسكرية كما يلي: أولا، منح طلبة الدفعة 116 حربية والدفعة 115 حربية حاملي المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية. ثانيا، منح طلبة الدفعة الثانية من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية. ثالثا، منح طلبة الدفعة 73 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية. رابعا، منح طلبة الدفعة 89 طيران وعلوم عسكرية جوية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية. خامسا، منح طلبة الدفعة 59 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. سادسا، منح طلبة الدفعة 50 دفاع جوي درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي. سابعا، منح طلبة الدفعة 4 من كلية الطب بالقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. ثامنا، منح طلبة الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية المرحلة الأولى شهادة دبلوم المعهد الفني للقوات المسلحة، وقد بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان 100%، والله ولي التوفيق.